نروح بقى للانتخابات كمان مكملين. الفيديو ده اتعمل لمي عاطف وفيه اهتمام كبير جدا بمي عاطف تحت السن بصراحة، ومدين لها اهتمام كبير جدا في جبهة محمود الخطيب، وده شيء كويس. وعلى فكرة الجبهة لازم تعرف حاجة، 70% من أصوات السيدات اللي هتاخدها جبهة الكابتن محمود الخطيب هتبقى سبب فيها مي عاطف، محبوبة جدا ومحترمة جدا وشعبيتها كبيرة جدا، وفي السباحة كل الناس هتديها، وقطاع السباحة ده قطاع كبير جدا في النادي الأهلي. ده فيديو صغير عن بس خليني لحسن يكون المزيكا عليها مشاكل. لا اهو هي بتتكلم. طبعا بعد ربنا اهلي والنادي الاهلي. نشوف مي عاطف في هذا الفيديو. اشغلوا لكم على السماعه يا جماعه. ماشي حاضر. مي عاطف اهو، ونواصل حديثنا عن الانتخابات المرشحة تحت السن في قائمة الكابتن محمود الخطيب. أكيد أكتر حد ليه فضل عليا هو طبعا بعد ربنا أهلي والنادي الأهلي. فريقنا واحد وهدفنا واحد هو شعار الحملة، علشان هو بيدل على قد إيه إن إحنا كلنا ايد واحدة وبنتعاون مع بعض وبنطلع الأفكار كلها مع بعض كفريق واحد مش كفرد. مي عاطف عاملة تواجد قوي جدا، وانتوا عارفين تحت السن في محمد الجرحي يعني شعبية جارفة. مي عاطف في قلق عليها شوية ولكن متقدمة، وأنا بقول لكم توقعي إنها هتكون حصان أسود. يأتي كمان في المنافسة بقوة عمر ربيع ياسين، شغال كويس على الأرض ويبلو بلاء حسنا. وطبعا عمر كان خد عدد كبير المرة اللي فاتت من الأصوات، وشغال شغل جامد جدا ومتواجد، والمنافسة ستكون شرسة لنجاح اتنين. ولكن التوقعات بتقول إن الجرح في حتة تانية، ومي في منافسة كبيرة مع عمر. ولكن مي، أنا بقول لكم كل السيدات عيدوا مي والسباحة، بل بالعكس 70% من أصوات السيدات هتدي قايمة الخطيب مكتملة عشان خاطر الخطيب. ومي هم فرحانين، سنها صغير وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب بيقدمها بشكل قوي جدا للمستقبل. وده السي في اللي اتعرض النهارده لمي عاطف، رقم 5 في قايمة الكابتن محمود الخطيب تحت السن. يعني الباقيين ما فيش تواجد يذكر مع كامل الاحترام ليهم. وزي ما انتم شايفين اهو، مي عاطف بكالوريوس الهندسة المعمارية كلية الفنون الجميلة 2016، ماجستير تنسيق المواقع المعمارية تحت التحضير، الوظيفة مهندسة معمارية بشركة جماعة المهندسين الاستشاريين ACG، إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمصر. الإنجازات بتاعتها سباحة دولية بالمنتخب القومي منذ عام 2003، سباحة النادي الأهلي بالفريق الأول العمومي منذ عام 2005، كابتن فريق منتخب مصر منذ عام 2010 وحتى 17، صاحبة الرقم القياسي لدورة الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل 2015 لسباق 50 متر صدر، صاحبة الرقم المصري لسباق 50 متر و100 متر صدر منذ عام 2011 وحتى الآن، حاصلة على كأس أحسن سباق وكأس أحسن رقم للجمهورية منذ 2004 وحتى 2015 على التوالي، بسم الله ما شاء الله. يعني ضمن الفريق اللي حقق الرقم القياسي لموسوعة جينز في سباق ال 100 متر و50 متر حرة الذي يشمل السباحين الناشئين والعمومي والأساتذة وكذلك أصحاب الهمم في يوليو 21، ده اللي فات.
حاصلة على الميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية الشرطية بأبو ظبي 2017 في سباق 50 متر حرة، حاصلة على الميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2002 و2012، صاحبة الرقم المصري والعربي لسباق 50 و100 متر سباحة بالزعانف، حاصلة على عدد ميداليات ومراكز مختلفة للعديد من البطولات الدولية، منها بطولة العالم للسباحة بالسنغال، البطولة الإفريقية بالسنغال 2006، دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر 2007، بطولة العالم للسباحة برشلونة 2013، بطولة العالم للسباحة بكازان 2015، البطولة الإفريقية بالمغرب 2010، دورة الألعاب العربية بقطر 2011. أنا كنت حاضرها وشفتها، رائعة رائعة. أنا كنت حاضر البطولة دي. البطولة الإفريقية بكينيا 2012، دولة الألعاب بالبحر المتوسط بمرسن 2013، دولة ألعاب التضامن الإسلامي 2013، البطولة العربية بالمغرب 2014، دولة الألعاب الأولمبية العسكرية بكوريا 2015، دولة الألعاب الإفريقية بالكونغو 2015، صاحبة 4 أرقام قياسية لسباحة الأساتذة مرحلة 30-34 سنة، دولة الألعاب الأولمبية الشرطية بأبو ظبي 2017، حاصلة على كأس أحسن سباحة لبطولات الجمهورية الأساتذة عام 2015، عام 2018-2021، حاصلة على 10 ميداليات متنوعة لبطولة جيرة الدولية لسباحة الأساتذة ألمانيا 2018، حاصلة على 8 ميداليات متنوعة لبطولة تونس الدولية البطولة العربية بتونس 2019، حاصلة على 7 ميداليات ذهبية ببطولة سان دانسيكي الدولية لسباحة الأساتذة بلغاريا 2021.